عايزين ناخد ديسيجن ازاي تاخد الديسيجن بتاع السيرجري ومين اللي يحتاج سيرجري ومين ما يحتاجش سيرجري وتعمل سيرجري بسرعه ولا لا والكلام ده. فجمع عملوا لك برضو كلاسيفيكيشن اللي اسمه السليك سكور، هنديله سكور. ايه السليك سكور ده؟ اللي هو سب اكزيال انجري كلاسيفيكيشن سكور، سليك سكور. انا عندي سكور تاني في اللامبو دورسو لامبر اقوله كمان شويه اللي هو اسمه ايه، التيلكس سكور، ده اسمه سليك سكور بتاع السيرفايكال سب اكزيال سيرفايكال، اسمه سليك سكور. ده بيعتمد على ثلاث حاجات. اول حاجه المورفولوجي بتاع الشكل بتاع الفراكشر شكله ازاي، اخبار الديسكو والليجمنت ايه، الديسكو والليجمنت كومبلكس اخباره ايه، وكذلك النيورولوجيكال ستاتس. ماشي، فاول حاجه نبص على الشكل بتاع الفراكشر. والله لو مفيش فراكشر باين عندي ياخد زيرو، كويس. طب لو عنده سيمبل فراكشر كومبريشن بسيطه، يعني سيمبل كومبريشن او كومبريشن عنده اند بليد ديسربشن بسيطه، فيشر بسيطه كده، كومبريشن بسيطه، اند بليد ديسربشن بسيطه، ساجيتال او كورونال فيرتيبرال بادي فراكشر، حاجه هبله يعني، ياخد 1. لو بيرست فراكشر ياخد 2. لو ديستراكشن بقى في اللي هو حصل بقى في فاسيت ديسربشن بوستيرير ليجامنتس ديسربشن ياخد 3. ومين ياخد 4 بقى؟ الموضوع بزياده بقى، في فاسيت ديسلوكيشن، في تير دروب فراكشر معناها ان في فلكشن عنيفه جدا، ادفانسد كومبريشن انجري، بايلاترال بيديكل فراكشر، فلوتنج لاترال ماس، كل الكلام ده. وسام بقى لو معاها انجيوليشن وديسبيسمنت وكل الكلام ده، ده كده ياخد له 4. يبقى اللي ما فيش اي حاجه خالص ياخد 0، سمبل كومبريشن عنيفه اللي هي من غير تير دروب كومبريشن بسيطه او اند بليت فراكشر ياخد له 1، بيرست فراكشر ياخد 2، ديستربنس او في ديستراكشن اثر لك على الفاسيت وكده وبوستيرير اليمنت ياخد له 3. اما اللي ياخد 4 هو مين بقى؟ اللي في بقى انجيوليشن بزياده، في تير دروب عنيفه، في ديسبيسمنت عنيفه، فاسيت ديسلوكيشن بجد، كل الكلام ده ياخد 4. يعني لو لوكت فاسيت ياخد 4 على طول، لازم مش هنتكلم، لوكت فاسيت 4، تير دروب 4، كومبريشن بس جامده قوي يعني كومبريشن في الشيخه وريترو بالاس 4، بايلاترال بيديكال فرا 4، اوكي. بيرست فراكشر ياخد 2، ودول اكتر حاجه احنا بنشوفها، يعني بيرست ياخد 2 على طول، لكن في فشخه بزياده بقى ياخد 4 على طول. طب اخبار الديسك ايه؟ والله لو الديسك انتكت ياخد 0. لو الديسك واضح ان في حاجه انديترمنت، انا مش قادر احدد، يعني مش قادر اقول ان في انتر سباينس وايدرنج شويه، بس انا مش شايف ان في مشاكل في الليجمنتس، مش شايف ان في ديسك خارج ولا حاجه، ياخد له 1. لو انا مش قادر احدد، لو انت حددت بقى في ديسك يا جماعه وفي فاسيت دايستاسيس وفي وايدند انتير ديسك سبيس وفي ليله سودا كده، ياخد 2. يبقى ده بتاع الجزء الديسك والليجمنتس، مفيش حاجه خالص ودنا انتكت، ياخد 0. انا شاكك، مش مطمن، حاسس ان في مشكله في الليجمنت، في مشكله في الديسك، 1. في مشكله واضحه وصريحه في الديسك والليجمنت، ياخد 2. بعد كده ابص نيكست على النيورولوجيكال ستاتس، لو العين انتاكت هياخد 0، لو في روت انجري ياخد 1، لو كومبليت سباينال كورد انجري ياخد 2، ولو انكومبليت ياخد ازاي يعتبر الكومبليت قبل الانكومبليت، لان الكومبليت مش هلحقه، الكومبليت ده خلاص قلقي منه بيقل بيتحول لإلكتف سيرجري عادي، لكن انكومبليت ده انا بجري بيه لان ممكن الحقه، فالانكومبليت ياخد جريد عالي، ياخد جريد 3. ولو عندك كونتينيوس كورد كومبريشن مع نيورولوجيكال ديفيسيت، يعني في كورد كومبريشن واضح قدامي مع نيورولوجيكال ديفيسيت، زود واحده كمان يبقى 4. بعد كده بتجمع بقى كل دول مع بعض، اقل من 3 يعني 1 ل 3 مش محتاج سيرجري، 4 كويري، اكتر من 5 يحتاج سيرجري. تعالى نفتكرهم تاني عشان نشوف. يبقى اول حاجه بنبص على ايه، على المورفولوجي، والله لقيت ان هو نورمال وواضح ان مفيش اي حاجه، 0 خلاص. لقيت ان هو في فيشرز بسيطه كده، كومبريشن بسيطه، اند بليد ديستربشن مش عارف ايه، 1. بيرست فراكشر ياخد 2. لقيت ان في ديستراكشن انجري بوستيريور اليمنت متاثره بيرشت فاست، الكلام ده ياخد له 3. مش ده الاساس، بص على 4 بقى، الفاسيتس ديستوكيتد، عندي كومبريشن عنيفه قوي، عندي تير دروب فراكشر كدليل على فليكشن انجري عنيفه، بايلاترال بيديكال فراكشر، ياخد له 4. يعني العين اللي هو عنده تير دروب فراكتشر او فاسيت ديسلوكيشن ده جريد فورم الاول، ده سيرجيكال قبل ما اتكلم اصلا، كان جريدنج سيرجيكال قبل ما اتكلم. طب افرض واحد جالك ببرست اللي هو جريد 2، برست فراكتشر
الدرس ده سيرجيكال ولا مش سيرجيكال؟ والله لسه هنشوف. تعال نبص على الايه، الديسكو ليجامنتس كومبلكس. لقيت ان الديسك انتاكت والدنيا حلوه وما فيهاش حاجه، والليجامنتس انتاكت وما فيش مشاكل، خلاص يبقى ايه زيرو. لا طب لقيت الديسك بدا يبقى فيه اند تيرمينال كده، مش قادر اقول لك هو فيه انتنستي موجوده، يعني مش قادر اقول لك هل فيه انتاكت ولا مش انتاكت، مش واضحه عندي، يبقى ايه الديسكو ليجامنتس كومبلكس. يبقى ده كوير ياخد له 1 بقت 3 لو انا كنت بيرست فراكشر. انا كده مقلق يا معلم، سيرجيكال ولا مش سيرجيكال؟ ها لو لقيت الديستوربد يعني عندك بقى بيرشت اور ديسلوكيتد فاسل اللي هو انلوكت فاسيتس، ومعايا كمان ارتكيولار ابوزيشن وفاسد دايستاسيس وايدن ديسك سبيس وكل كلام، خلاص يبقى ده كده ايه هياخد 2. طيب افرض ان انا كان عندي بيرست فراكشر واخده 2، والعيان الديسكو ليجامنتس كومبلكس بتاعه انتاكت او انديتيرمنت، كده خد 3 برضه، كده مش عارف لسه اخد الديسيجن اوف سيرجري. يبقى هنبص على ايه، على النيورولوجيكال فانكشن. لو انتاكت خلاص ده كده زيرو، ان شاء الله مش سيرجري، ده خلاص مش محتاج سيرجري، لان هذا الكومبريشن او هذا البرست فراكتشر ما عملش ليجامنتس انجريز، ما عملش، مش معاه ديسك سبيس، والعين انتاكت، خلاص ده كده مش هيمشي فور سيرجري. طب لو معاه روت انجري بقى 4 او بقى 3 ممكن نستنى شويه، لكن لو معاه سباينال كورد انجري بقى سواء كان كومبليت او انكومبليت، هنا بقى نبدا نفكر ممكن السيرجري تبقى موجوده. انتاكت ياخد 0، وروت انجري ياخد 1، كومبليت سباينال كورد انجري ياخد 3، انكومبليت ياخد 4، ولو معاها واضح ان في ريترو بالزد فراجمنت ضغط على الكورد ومعاه نيورولوجيكال ديفيسيت ياخد 5 كمان، لو كان وهكذا يعني تزود له واحده كمان. ده اسمه السليك سكور، بيعتمد على ايه؟ ثلاث حاجات، شكل الفراكتشر، الديسكو ليجامنتس كومبلكس اخباره ايه، واخيرا النيورولوجيكال ستاتس بتاعته. نكست، تعالى بقى نتكلم على المانجمنت اوفر فيو، احنا هنعمل ايه ونبص ازاي وبنتعامل ازاي مع السباين سيرفايكال سباين فراكشر او سب اكسل. شويه رغي كده، هنقعد نرغي مع بعض في كيفيه الابروتش للحاله ديت، وازاي ان احنا هنتعامل معاها سواء كان كونزرفاتيف او سيرجيكال. اول حاجه لو ممكن ان انت تعمل اموبيلايزيشن وتعمل له تراكشن وتعمل ريديوس اكسترنالي اللي هو تعمل له تراكشن يعني او مانوال تراكشن، ده لو ينفع، وممكن حتى تصل ان انت ممكن تعمل تراكشن للعيان ده لمده اسبوع علشان يثبت على الوضع اللي هو فيه، طب اسبوع كامل عمل له تراكشن. احنا ما بنحبش نعمل كده برضه في الاخر، احنا غالبا احنا بنثبت يعني لو عيان محتاج حاجه بنثبته وخلاص. Determine if there is an indication for decompression. لو لقيت ان في burst fracture or retropulsed fragment compression او locked facets، الحاجات دي محتاجه decompression، طبعا decompression. The following are generally accepted indications for acute decompression. لو العيان تجري بيه على العمليات دلوقتي، لو عيان عنده acute decompression without spinal cord injury، ايه بقى؟ لو لقيت ان في radiographic evidence ان عندك foreign body او bone في spinal canal، صباح الفل، وعنده spinal cord symptoms، او clinically لقيت العيان عنده progressive spinal cord injury، عمالي في progressive injury وانت عندك ان في حته شاكك انها ضغط عليه، طبعا ده هو كلام اهبل يعني. يعني لما تلاقي ان في حته عامله compression والعيان neurologically بيتريرد indicates acute intervention وتعمل acute decompression. بعد كده بتبص على الاستابيليتي بتاع السباين، والله لو ستيبل فراكشر وشاف الدنيا ثابته وكويسه خلاص ممكن يقعد في الايه في النيك كولر لمده 6 اسابيع وخلاص. لكن الانستيبل فراكشر مش هنقعد بقى نتكلم بقى ويقول لك اعمل له تراكشن واعمل له هالو والقرف ده، لا طبعا سيرجري سيرجري يا حبيبي، احنا نقعد نتكلم كتير ليه؟ وانا مش محتاج اكتر من كده، انت تحط له سيرجيكال فيوجن والانترنال اموبيلايز وتركب له مسامير، وبعد كده بتركب له تمشيه على رقبه شويه اسبوعين ثلاثه أو اخره شهر ولا حاجه بالرقبه وشكرا على كده. لسه بقعد يرغي لي بعمل له تراكشن وبعد كده اعمل له اورثوزز ولا هالو وبعد كده اورثوزز ولا سيرج، ده كلام اهبل معلش انا اسف يعني. لا خلاص الكلام، السيرفايكال يا ستيبل يا افتحه، لو ستيبل البس رقبه وشكرا، لو انستيبل افتحه واعمل دي كومبريشن واعمل له فيكسيشن انترنال فيكسيشن وفيوجن وبعد كده لبسه رقبه اسبوعين ثلاثه وشكرا. هو ده السيرفايكال، ده الخلاصه، خلاصه السيرفايكال اقسم بالله. طبعا السيكس سكور على راسي من فوق جميل جدا نقعد نحسب بيه وكده، لكن غالبا عين السيرفايكال فراكتشر ده يا اما ان هو ما عندوش حاجه وتلبسه رقبه، وعنده حاجه بسيطه تلبسه رقبه وتتابعه، وده الحاجات الهبله بقى، الفيشر فراكتشر البسيطه، الويدجنج الهبل البسيط، شويه نيك بين ونيورولوجيكالي انتاكت وحلو زي الفل كده، والديسك انتاكت وحلو، ده زي الفل، ده السليك سكور بتاعه قليل، ده يلبس رقبه ويمشي. السليك سكور بتاعه وحش
العيان نيورولوجيكالي بدا يبقى فيه بروجريسيف مانيفيستيشنز، عنده فراكشر والكمبريشن على الكورد، الديسك سيرجري يابا، خش افتح دي كومبريس وثبت، ثبت بقى من قدام بقى بالكيج والبليت وهكذا. او لو عنده لوكت فاسس زي ما اتفقنا، اللوكت فاسس ليها نظام، لوكت فاسس في الاول لو معاها ديسك هتخش تشيل الديسك وبعدين تحاول ان انت تعمل له انلوكينج من قدام، ما ينفعش تقلبه وتعمل له انلوكينج من ورا. نيكست. طيب السيرجيكال تريتمنت، لو عيان عنده كومبليت سباينال كورد انجري، كومبليت انجري خلاص بارابليجيك بقى وخلاص بقى، يعني بنعمله سيرجري، بنعمله بس الكتف سيرجري، بنعمله ليه؟ Operating on a patient with complete spinal cord injury اللي هو ASIA score A، لو فاكريني ASIA score ده اللي هو كان ايه، ASIA score A اللي هو ايه، اللي هو complete loss of sensory motor function، ها، وما عداش ومش spinal shock، does not result in significant recovery of neurological function. انت لازم تقول عن الكلام ده كده، هنعمل لك عملية لكن انت الparaplegia اللي عندك دي او quadriplegia اللي عندك مش هتتحسن، انت ASIA score A، انت complete loss of sensory motor function below the level of the region، انت مش هتتحسن. وما لما بعمل سيرجري، بعمل سيرجري ليه؟ The primary goal of surgery in this setting is spinal stabilization، عشان تقدر بعد كده تقعد، عشان العيان ده يقدر يفرد رقبته، allowing patient to be placed in a sitting position for improved pulmonary function، وعلشان psychological benefit يقدر انه يقعد، ما يقدرش نايم على طول، يقدر انه يسرد رقبته ويقف، و allow initiation of rehabilitation بعد كده. كل ده هيعمل له عمليه مش عشان ارجع له neurological function اللي غالبا مش ترجع للاسف هو ASI score A، ولكن علشان خاطر فقط ان انا اساعده ان هو يقعد وهكذا. In most cases performing surgery within 4 to 5 days اللي هو اول ما العيان يبقى stable يعني وكده، ما فيهاش مشكله يعني، انا مش محتاج ان انا ادخله في عجاله، وفي نفس الوقت ما تاخروش علشان ما يخشش بقى pulmonary complications والكلام ده. اما العيان اللي عنده incomplete lesions فده emergency، patients with incomplete cord injuries who have compromise of the spinal canal بقى بون بديسك بحاجه، ده لازم ان هو يخش emergency surgery بهدف decompression or stabilization. This may facilitate some further return of spinal cord function، والا بقى لو كان حاله central cord وهكذا. المهم ايه دي الفكره، ان انت يعني بنخاف اكتر على الانكمبليت، الانكمبليت ليجن ده او انكمبليت سباينال كورد ليجن هو ده اللي احنا بنخش عليه في عجاله ونعمله ايمرجنسي سيرجري عشان هو ده اللي ممكن يتلحق، تمام، والبيشنتس والكمبليت السيرجري مش هتفيدهم قوي كنيورولوجيكال فانكشن، ولكن هتفيدهم فقط ان هو ايه يعني علشان يقدر ان هو يقعد سايكولوجيكالي، وعلشان البالمونري فانكشن بتاعته ما تاثرش وهكذا. في كده بس انا عايز اقولها، التروماتيك سيرفايكال ديسك ان شاء الله هنتكلم عنه في الحالات الديجنريتيف برضه، ولكن لما انا اتكلم في التروما، التروماتيك سيرفايكال ديسك كنت قلت عنه كلمه، التروماتيك سيرفايكال ديسك لما بتشيله لازم تحط بليت، لازم تحط بليت. لو عيان عنده سيرفايكال ديسك تروماتيك بعد التروما، سواء كان معاه بقى ويدجنج او معهوش ويدجنج، سواء كان معاه اي حاجه، المهم يعني في سيرفايكال ديسك تروماتيك، هتشيل الديسك دوت لازم تحط بليت، لازم تحط بليت مع التروماتيك سيرفايكال ديسك. نيكست. طب نشتغل انتيرور البوستير بقى في السيرفايكال فراكتشرز، تعال نشوف. The choice of the technique depends to a large degree on the mechanism of injury. ايه اللي مكسور اصلا؟ انت مشكلتك قدام زي البرست فراكتشر، وكل مشكلتك البادي مكسور وضاغط، فطبعا هتخش انتيرور عشان تشيل البادي وتشيل الديسك وتعمل له كوربكتومي اوت ايه وبايراميش وبليت. او لو عندك ديسك من قدام هتخش من ورا ازاي يعني؟ لازم تخش تشيل الديسك من قدام، ولا عندك الفراكتشرز موجوده ورا فتقدر تخش من ورا. يبقى the choice of technique depends on to a large degree on the mechanism of injury as the treatment should tend to counteract the instability and ideally should not compromise structures that are still functioning. هنستخدم بقى الوايرز الكيبلز اللاترال ماس سكروز او كل الكلام ده، هدفه ان هو يثبت الدنيا عشان يحصل فيوجن. In the absence of bony fusion all mechanisms had failed. ماشي كلام اهبل، ده مش هو ده كلامنا دلوقتي. الاكستنسيف انجريز بقى اللي من ضمنها تير دروب فراكشر، تير دروب دي حاجه يعني مش حاجه هبله، تير دروب ده دليل على ان حصل فليكشن فراكشر عنيف جدا. ها تير دروب فراكشرز وكمبريشن بيرست فراكشرز مي ريكواير كومبايند انتيرو بوستيرو ابروش، انك تفتح الاول قدام علشان تشيل الكمبريشن موجود قدام، وبعد كده تقلب تاني وتثبته من ورا، بتعمل انتيرو بوستيرو، انتيرو بتعمل دي كومبريشن وبوستيرير فيوجن او فيكسيشن او فيوجن. نيكست. البوستيرير اموبيلايزيشن اند فيوجن، انت تعمل البوستيرير ابروتش دوت لو حصل حالات الفلكشن انجريز بالذات اللي هي الويدجنج والتير دروب، وزاد لما يكون معاها كمان لوكت فاسيتس زي ما اتفقنا. اللوكت فاسيتس لو ما عرفتش ان انت ترجعه بالتراكشن او بالمانيبيوليشن، هتضطر انك تفتح بقى بوستيرير عشان تعمل له انلوكينج.
It's useful when there is minimal injury to the vertebral bodies and in the absence of disc طبعا زي ما اتفقنا. وده بنعمل بقى اللي هو ايه بسبب posterior ligaments instability وtraumatic subluxation unilateral or bilateral locked facets والكلام ده. The most common technique هو ان انت تفتح وتعمل reduction, تعمل reduction وبعد كده بعد لما تعمل reduction وترجعه تروح مثبت بقى ايه lateral masculus. يعني في الاول تفتح وتعمل reduction سواء كان هتحصل تعمل manipulation وترجع الفاسيت لمكانه الطبيعي او حتى ممكن تضطر انك تعمل drilling بقى للفاسيت عشان تشيل الحتة اللي فيها locking ده وترجع الفاسيت لمكانه الطبيعي وبعد كده تثبته بقى في هذا الوضع اللي هو فيه bilateral mass. Next, the anterior approach, احنا كنا قلنا يعني the anterior approach, it does not depend on the integrity of the posterior elements to achieve stability. هو شغال من قدام بيعمل لك stability, هيقدر يعمل لك stability للcervical spine من قدام. وده احسن حاجة طبعا لو عنده ايه burst fracture وفي retropulsed fragment, عندك injury عنيفة لقدام, عندك disc موجود من قدام. وsevere fractures of posterior elements that preclude posterior stabilization and fusion may be used for traumatic subluxation of cervical spine. اوكي كلام برضو عبيط. وده غالبا بنعمل يعني هو بص indications of anterior approach وده على فكره كلام سهل. anterior approach الindication بتاعه غالبا الكوربكتومي والتروماتيك سيرفايكال ديسك. البوستيرير ابروتش بنعمله في حالات الفلكشن فراكشرز اللي معاها سبلكسيشن واللي معاها فاسيت ديسلوكيشن. ده بنضطر ان احنا نعمل له نفك اللوكينج بتاع الفاسيتس ونثبته من ورا باللاترال ماسكلوس. الانتيرير ابروتش بنعمل ايه؟ بنعمل كوربكتومي ونشيل بقى ونحط مكانها بقى الايه العظم بقى سواء كان التيتانيوم او البيك او البيراميش وهكذا ونحط البليتس وبعد كده يبقى يلبس رقبه بقى وهكذا. اقول لك ايه لو انت عملت كوربكتومي اكتر من ليفل يعني عامل مثلا اثنين بادي شايل اثنين بادي ثلاثه بادي ممكن تحتاج انك تثبت برضو من ورا تعمل posterior fixation posterior instrumentation كنوع من التثبيت زي ما اتفقنا. احنا دايما هدفنا ان احنا نحافظ على الاستابيليتي. هو ده السيرفايكال سباين, هو ده السيرفايكال فراكشرز. احنا خلصناها خلاص هبله جدا وعبيطه جدا. سيرفايكال فراكشرز عرفنا الفلكشن والاكستنشن والبرست. مهم جدا انك تعرف نوعها ايه. مهم جدا ان الفلكشن فراكشر تبص على الفاسيت اتاكد ان ما عندوش لوك فاسيت عشان ده هيغير الديشن خالص على العمليه بتاعتي. مهم جدا تبقى عارف ان انت الابروتش بتاعك هتخش قدام ولا ورا. امتى تخش قدام؟ انا عندي بيرست فراكشر او عندي ديسك من قدام, عندي حاجه عامله كومبريشن اساسا من قدام, هخش انتيرير هعمل ديسكتومي هعمل كوربكتومي واركب بايراميش وبليت وخلاص يبقى انا مشكلتي من ايه من قدام خلاص خلصت. بس لو عنده فلكشن فراكشر لو عنده لوكت فاسيت يبقى قدام مش هينفع. ممكن تخش من قدام وتشيل الديسك وتعمل كوربكتومي وتحاول تعمل مانيبيوليشن انك تحاول تعمل انلوكينج للفاسيت وتنفع. لو نفعت يبقى كتر خيرك الحمد لله تسلم ايديك كده خلصت مش محتاج تفتح من ورا. لكن لو مشكلتك الاساسيه هي انلوكت فاسيتس وما عندكش حاجه قدام او انت حاول تعمل انلوكينج للفاسيتس بعد لما خلصت قدام ولسه ما حصلوش انلوكينج لازم هتفتح ورا, لازم هتعمل بوستيرير ابروتش, هتحاول تعمل انترنال انلوكينج للفاسيت سواء كان دايركتلي او بدريلينج ثم هتعمل تثبيت من ورا اللي هو عن طريق اللاترال ماس سيرفايكال لاترال ماس فيكسيشن ثبت على الوضع اللي احنا عليه. وقال لك كلمه اخيره لو انت عملت انتيرير ابروتش وعملت كوربكتومي المالتيبل ليفلز غالبا ممكن تحتاج انك تثبت من ورا كمان كزياده في الفيوشن. ده كان موضوع السب اكزيال سيرفايكال سباين فراكتشرز. اتمنى يكون اتفهم كويس. نشوفكم الحلقه الجايه بقى وهنكمل كلامنا وننزل تحت شويه ونغطي مواضيع الثوراكو لامبر سباين فراكتشرز. كان معكم احمد زهران.